قبل ما اعرض الخبر الجاي الاول، عايزه اعرف يعني ايه يا علا انت عايشه في امريكا وفي واحد شخص بيبتزك بصور؟ لا، هو الابتزاز ده حصل من اول نزولي مصر. اول ما نزلت مصر، عشان هو عارف ان قضيه الطلاق هيتم النطق بيها، انا ما كنتش اعرف بالفيديوهات والحاجات دي كلها لغايه من 6 شهور. القناع وقع بقاله 6 شهور. القناع البشع. لاني اكتشفت ان الرجل الشرير اللي جواه، الشخصيه الشريره اللي جواه، الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقالها 6 شهور. خلينا نقول كده. ليه؟ عشان اكتشف ان انا مش هرجع عن اللي في رايي. يعني مصممه على الطلاق، يعني هتطلقي يعني هتطلقي بالظبط كده. واذا اتطلقتي المشاوير صورتك هتتفرم. لا، انت هفلسك، انا هخليكي مش لاقيه تاكلي، وهو يقدر يملك في الشارع. طبعا اللي حاصل فيه حاليا هو ده اللي حاصل.